ربنا خلق لينا مناعتنا علشان تدافع عننا ضد اي عدو، عدو خارجي زي الميكروبات فيروسات بكتيريا فطريات، وعدو داخلي زي خلايا جوايا كانت طبيعية بس اتحورت وبقت خلايا سرطانية مثلا، فتقوم المناعة تشوفها غريبة وتخلصني منها. لذلك بقسم الرد المناعي لثلاث حالات. الاولى رد مناعي طبيعي ومحترم وعاقل، وده اللي هو المناعة بتهاجم اي عدو غريب او ضار وتدخل معاه حرب وتخلصني منه بدون ما تضرني، وده اللي احنا عايزينه منها، ده النورمال اميون ريسبونس. الحالة التانية هايبوسنسيتيفيتي، المناعة خانتني، الهانم نايمة على ودانها، الميكروبات داخلة تمرمط فيا وهي ولا هنا، ده اللي بنسميه مناعته ضعيفة، هايبوسنسيتيف، المناعة مش حساسة لأي عدو. الحالة الثالثة هايبر سنسيتيفيتي، ده العكس، المناعة حساسة بزيادة، رد فعلها اوفر، الموضوع ما كانش مستاهل كل ده، واجهت العدو وعملت معركة وانا اتأذيت فيها، خلايا جسمي اتضررت. تعالوا نتكلم اكتر عن الافوارة، الجنون الهايبر سنسيتيفيتي. hypersensitivity reactions، الرد المناعي المبالغ فيه، قلنا انه رد مناعي غير طبيعي تماما لانه بيأذيني انا. سنة 63 العالمان جيل وكومب قسموا الhypersensitivity لاربع انواع، type 1 type 2 type 3 type 4. النوع الاول type 1 hypersensitivity بيسموه allergic hypersensitivity او IgE mediated hypersensitivity، وده اللي هو الحساسية allergy، يقول لك انا عندي حساسية او جالي حساسية، اهو هو النوع ده. في الاول كده الحاجة او المادة اللي هتعمل حساسية دي هنسميها allergen، الallergen ده هتتعرض له عن طريق اما هتاكله هتستنشقه هتتحقن بيه او تلمسه. طيب ازاي حصلت الحساسية؟ ركز، المفترض ان المادة دي طبيعي ووارد تتعرض لها، وطبيعي برضو لما تتعرض لها الجسم يطلع لها انتيبادز نوعها IgG. اللي حصل ان سيادتك عندك مشكلة ما في المناعة، لما تعرضت للحاجة دي بدل ما تطلع الـ IgG حصل كلاس سويتش، رحت مطلع انتيبادي نوعه IgE. طيب ماشي، ايه المشكلة؟ ما هم كلهم انتيبادز. لا مشكلة يا بيه، الـ IgE رخم جدا. ركز معايا، الحساسية او الهايبرسنسيتيفيتي تايب 1 بتحصل على مرحلتين، الاولى اسمها سنسيتايزيشن، فيها دخل الانتيجين او الالرجين ده لاول مرة، مناعتك كونت ضده اي جي اي كتير، راحت مسكت في المادة دي. جميل، اللي مش جميل بقى ان فضل شوية اي جي اي مع نفسهم في الدم كده، هيروحوا فين؟ راحوا الخلايا بيعشقوها زي البيزوفيل والماست سيل، راحوا شبكوا فيها، لزقوا على سطحها. ايوه المشكله فين؟ هو بصراحه لغايه الان مفيش مشكله، لان دي اول مره تتعرض للانتيجين ده، للماده دي، للالرجين ده، مش هيحصل حاجه. المشكله في المره الثانيه اللي هتتعرض لنفس الانتيجين ده، بيسموها شوكينج دوز، جسمك هيطلع له اي جي اي برضه يمسكوا فيه، بس للاسف شويه انتيجين من اللي دخلوا تاني مره دول هيروحوا يلاقوا اي جي اي اللي كان ماسك في الماست سيل فيقوموا شابكين فيه. يا نهار اسوح، ماست سيل عليها انتيبادز ماسكه في انتيجين، يعني عليها انتيجين انتيبادي كومبلكس، تسكت؟ لا طبعا، اتضايقت وقامت مخرجه المواد اللي جواها، عملت ديجرانيوليشن. اعرف منهم ثلاث مواد، هيستامين، ليكوتريين، بروستاجلاندين، اهمهم الهستامين، هيعملوا مصيبتين، الاولى بيعملوا فازودايليشن، بيوسعوا الاوعيه الدمويه فيوطوا الضغط وممكن يحصل هبوط حد في الدوره الدمويه وتموت. الثانيه سموس ماسل كونتراكشن، زي مثلا تضيق الشعب الهوائيه فما تقدرش تتنفس وتتخنق، اللي هي اعراض الحساسيه المعروفه. العلماء بيقسموا تايب 1 هايبرسنسيتيفيتي ده الى قسمين، سيستميك او انافلاكسيس، الحساسيه المفرطه، يعني هتظهر على اكتر من عضو في جسمك، توطي ضغطك، التنفس بيضيع، هرش، تورم، تزرق وشك وتموت، وده نوع خطير ما فيهوش هزار. ولوكال او اتوبي، اللي هي الحساسيه المعروفه، بتظهر في عضو واحد مثلا، ودي مقرفه بس مش بتموت يعني. النوع الاول الانافلاكسيس زي ايه؟ زي حساسيه بعض الادويه، حضرتك اخذت دواء معين عمل حساسية او سم تعبان، الحوار كله خد من ساعتين لاربعة ويمكن يستمر لثلاث ايام نوبة تحسس.
والنوع الثاني الاتوبي، وده جسمك هيرد عليه على طول وقت دخول الالرجين خلال ساعات، زي الحساسيات المعروفه زي الربو الشعبي، التهاب ملتحمه العين، حساسيه الجوب الانفيه، الارتكاريا والهرش، لمست صوف مثلا او فروه حيوانات، حساسيه ضد اكل معين، موز، فراوله، قمح، سمك، لبن، حساسيه ضد حاجه استنشقتها زي حبوب لقاح او برفيوم معين. خد نفسك ونروح للنوع الثاني. النوع الثاني تايب 2 هايبرسنسيتيفيتي، بيسموه انتي بودي ميديتد هايبرسنسيتيفيتي. هنا اللي بيعمل مشكله مش الاي جي اي زي النوع الاول، لا لا، اللي بيعمل مشكله هنا الاي جي ام والاي جي جي. ازاي النوع ده بيحصل؟ ركز معايا، ده عدو لو واقف في صحراء ما انا هضربه واخلص منه، لكن لو العدو ده راح وقف جنب البيت بتاعي فانا لما اجي اضربه هضربه وهضرب البيت بتاعي كمان. هو ده اللي حصل، دخل الانتيجين راح مسك في عضو عندي، مسك في جدار خلايا عندي، فمناعتي طلعت انتيبادي مسكت فيه، بيسموها اوتو انتيبوديز، لان انا طلعتها ضد انتيجين ماسك في خلاياي. للاسف خلاياي هتتدمر لسببين، الاول الانتيبوديز اللي شبكت دي هتدمر الانتيجين بالخليه بتاعتي، الثاني يجي الكومبلمنت يدمر الانتيجين انتيبادي كومبلكس ده بالخليه بتاعتي كمان. الحوار مش بياخد وقت برضه، بياخد من ساعتين ل 24 ساعه ويحصل. تعال نعطي مثال، نقل الدم الغلط، انا فصيلتي A يعني عندي انتيجين A على خلايا الدم الحمراء بتاعتي، وعلشان احمي نفسي عندي في البلازما بتاعتي اجسام مضاده ضد B، قمت حضرتك اديتني كيس دم فصيلته B، يعني خلايا الدم الحمراء دي عليها انتيجين B، وبالتالي البلازما دي فيها اجسام مضاده للA. تيجي الانتيبوديز A دي وتشبك في خلاياي، فمناعتي تطلع كومبلمنت، والاجسام المضاده اللي عندي تشبك في الخلايا اللي داخله ليا هي كمان، والنتيجه الاثنين هيتدمروا ويحصل تكسير هيموليسيز، ويجي لي صفره وانيميا وممكن اموت فيها. وامثله تانية زي الجريفز ديزيز، ده مرض بيعمل نشاط مفرط في الغده الدرقيه، الروماتيك هارت ديزيز، امراض القلب الروماتيزميه، ثرومبوسايتوبينيا، نقص الصفائح المناعي وغيرها. خد نفسك ونروح للنوع الثالث. النوع الثالث تايب 3 هايبرسنسيتيفيتي، بيسموه اميون كومبلكس. في انتيجين انتيبادي اتكون نوعه اي جي ام او اي جي جي، يعني مش اي جي اي بتاع النوع الاول، واتكون بعيد عن خلاياي فمش النوع الثاني. تعال اقول لك اللي حصل، المفترض ان اي انتيجين انتيبادي كومبلكس اتكون بيخلصوا على بعض مطرح ما هم وننتهي منهم. المشكله بقى بتحصل على ثلاث خطوات، الاولى الانتيجين سواء سيلف او نون سيلف مسك الانتيبادي وكونه موبايل اميون كومبلكس. ركز في موبايل دي، هي الفيصل، الكومبلكس ده عمال موبايل بيتحرك في الدم مش ثابت مكانه. الخطوة التانية البيه اتحرك وساب الدم وراح اترصف في اي نسيج بقى، حصل اميون كومبلكس ديبوزيشن. الخطوة التالتة المناعة مش هتسكت، الكومبلكس ده عمل التهاب في النسيج ده فالمناعة راحت هجمته هو والنسيج اللي اواه. بيقسم النوع التالت في الهايبر سنسيتيفيتي ده الى نوعين، سيستميك او لوكال. سيستميك الانتيجين انتيبادي كومبلكس مشى في الدم صرح لاعضاء مختلفه وكتير، فالعيان هيشتكي من اعراض كتيره قوي زي سيستميك لوبس اريسيماتوسس، الزئبه الحمراء والسيرم سيكنس. اما اللوكال الكومبلكس ده اترصف في مكان واحد محدد زي الروماتويد مثلا. خد نفسك ونروح للنوع الرابع والاخير. النوع الرابع والاخير تايب 4 هايبر سنسيتيفيتي، بيسموه سيل ميديتد سايتوتوكسيك. هنا لا الاي جي اي بتاع النوع الاول ولا الاي جي ام ولا الاي جي جي بتوع النوع الثاني ولا الاميون كومبلكس المتحرك بتاع النوع الثالث، هنا خليه التي لينفوسايت هي اللي اتجننت، والنوع ده الرد بتاعه بطيء متاخر شويه. خلايا الهيلبر تي لينفوسايت شافت انتيجين جاي من الانتيجين بريزنتنج سيل اتجننت، وجننت معاها التي سايتوتوكسيك وانتجوا كم رهيب من السايتوكاينز كمان. النتيجه ان التي سايتوتوكسيك راحت ضربت الخلايا بتاعتي ظنا منها ان فيها انتيجين او خليه مصابه، فقالت تخلصنا منها، زي التصلب المتعدد والسيلياك ديزيز والهاشيموتو سايرديتس. انا خلصت حلقه النهارده، الخلاصه اول ثلاثه انتيبادي ميديتد هايبر سنسيتيفيتي، الرابع بس هو اللي سيل ميديتد. اول ثلاثة immediate response الرد فوري، اما الرابع الرد متأخر شوية. وزي ما اديتك اربع انواع عايز منك اربع حاجات، لايك ترفع الفيديو وكومنت برأيك وسيف تحفظه عندك وشير علشان تفيد غيرك. سلام.